في خضم معلومات متواترة عن تحشيدات عسكرية تجري من جانبي الحكومتين في ليبيا، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد البيبة تأكيد استمرار حكومته في عملها باعتراف دولي إلى حين إجراء الانتخابات، مطالبا رئيسي مجلس النواب والدولة عقيل صالح وخالد المشري بإطلاق سراح الشعب عبر إصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. ويأتي ذلك إثر مناشدة وجهها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتح بشاغة لدبيبة لحثه على تسليم السلطة طواعية، مؤكدا أن على دبيبة الخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية وتسليم السلطة، الأمر الذي يراه دبيبة لن يحصل سوى عن طريق الانتخابات. نعم هنادي، فإلى أين سيؤول الوضع في ليبيا؟ وهل الليبيون أمام حرب تعيدهم إلى دائرة العنف؟ كل ذلك وأكثر نطرحه مع ضيفنا الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي الذي ينضم إلينا من طرابلس. سيد إسلام صباح الخير. أهلا، صباح النور عليك وعلى جميع مشاهديكم الكرام. شكرا لك. يعني السيد بشاغة يقول أنه هو رئيس الحكومة الشرعية والمكلف من قبل البرلمان ويطلب تسليم السلطة، ما رأيك بذلك؟ وهل تعتقد بأن هذه المعطيات كافية له لتسلم السلطة؟ طبعا التصارع على السلطة هو أمر يعني يعتبر منذ 2014 عند حدود حرب فجر ليبيا بدأ التصارع الفعلي على السلطة واستعمال القوة كل في فرض تواجده في المشهد الليبي أو حتى التلويح بعد السلطة. نلاحظ ما حدث حاليا ما بين التلاسم الذي حصل ما بين سواء السيد فتحي بشاغة مع احترام جميع الألقاب اللي سأذكرها الأسماء والسيد عبد الحميد دبيبة من تلاسم ومن خروج حتى في الإعلام عدة مرات للسيد بشاغة والسيد دبيبة لردود البعض منها هي مبطنة بتهديدات والبعض الآخر باستعمال العقل وأن ومطالبة السيد بشاغة لعدة مرات باستلام السلطة بطريقة سلمية. وهنا نجد أن تمسك السيد دبيبة وقد لمح إليها يوم أمس في كلمة له بأنه بالشرعية الدولية أي مثل ما حدث مع حكومة الوفاق السيد السراج والذي بقى في السلطة لمدة 5 سنوات دون الحصول على أي شرعية محلية سواء من البرلمان، وكان في البداية أصلا حتى معترضين العديد منهم على التسلم من السلطة ولكنه بقى في السلطة لمدة 5 سنوات تحت مسمى الشرعية الدولية. الرسالة الأخيرة التي وجهها بشاغة للسيد دبيبة والتي يحث فيها على السيد عبد الحميد دبيبة لتسليم السلطة سلميا بنسبة يعني مثلا نقدر 70% من محتوى الرسالة، ولكن كان هناك 30% تشير أن لديه القوة وأن صبره قد بدأ في النفاذ وأن لديه القوة التي يستطيع بها أن يدخل لطرابلس. طبعا قراءتنا لهذه الرسالة فعلا هي تخاطب الداخل ولكن أيضا بها مخاطبة للمجتمع الدولي وخصوصا بعد تصريحات السفيرة البريطانية وتأييدها العلني لبقاء السيد دبيبة، مع أيضا لا ننسى ما استطاع الوصول إليه وصلت إليه حكومة دبيبة من تفعيل الدائرة الدستورية والتي قد تخلط الأوراق ويسمح للخلاف اختلاف دستوري. نعم، هذه الإشكالية بأحقية تسلم الأمور بين بشاغة ودبيبة الجديدة والقديمة أيضا، ما هو السيناريو المتوقع كي تنتهي في ظل التحشيد بين الرجلين ليس فقط لناحية التصريحات والسياسة إنما على صعيد الميدان؟ وهل برأيك بشاغة هدد بانقلاب عسكري من خلال رسالته اعتبرها إبراء ذمة قبل استلام مهام في طرابلس؟ طبعا سبق زي ما قلت لحضرتك هي فعلا كلمتك صحيحة، هي إبراء ذمة أنه في حالة نفاذ الصبر وهو يعتبر في المرحلة الأخيرة من صبره للدخول لطرابلس حسب ما يعتبر ورط نفسه بتمسكه بأنه سيدخلها سلميا، وهذا طبعا يعتبر صعب أمام التحشيدات الموجودة حاليا. يعني من هم موجودين القوات الموجودة اللي في طرابلس تعتبر الآن في موقع المدافع
والسيد بشار غاز سيكون في موقع المهاجم، وهنا تكون الفرص المقاومة أكثر للمدافع عن المهاجم من خارج المدينة، رغم وجود بعض المجموعات أو بعض القوات التي تؤيد حكومة السيد بشار، ولكن كل هذه التحشيدات يعني حاليا تعتبر وصلت لمرحلة كبيرة. الدخول إذا قدر الله ودخلت البلاد في حرب هذه المرة ستكون حرب قاسية جدا، لأنها ستكون داخل المدن وداخل الشوارع، يعني ليست هي خارج المدينة، أو فهنا ستكون حرب ضروسة وكبيرة جدا، وقد تكون من أقصى الحروب التي مرت بها البلاد منذ 2014 إلى يومنا هذا. طبعا في اعتبارات أخرى لا يمكن طبعا حلو مع هذا التحشيد الذي تشاهدينه، لا يمكن أن تطلق أول رصاصة إلا يعني لو حدثت فعلا حرب، وأنا أعتقد أنها لن تكون هناك حرب، لأن الجميع ليست في صالح الحرب، سواء في الداخل سواء الطرفين سواء الأطراف المديرة أو الدائرة التي تدير الأزمة الليبية من الخارج، فيعني لأسباب طبعا سياسية واقتصادية ليس في صالح. طيب إذا لم تكن هناك مصلحة مشتركة بالذهاب إلى الحرب سيد إسلام، وأنت تحدثت بأنه الحرب المقبلة إن حدثت هي حرب ستكون ضروس وحرب خطيرة جدا لم يشهدها ليبيا من قبل، على ماذا يعول اليوم بشاغة في يعني تهديداته؟ هل يعول على الشرعية الدولية التي تحدثت عنها بأنها اليوم هي يعني مشغولة بالاتفاق النووي الإيراني، مشغولة أيضا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبذلك يعني ستخلو له الساحة فعلا لانتزاع طرابلس من جديد، أو ماذا؟ الخوف ليس هو من اختلال ساحة للسيد بشار، لأن سبق أن قلت لك أنه لن يستطيع سواء هو أو الطرف المقابل المدافع أن يبدأ الحرب، هم ينتظرون من يتهور أو من يطلق أول رصاصة لكي يتم وضع اللوم جميعه عليه وأنه هو الذي بدأ الحرب ونشبها، وهنا ستكون جرت هذه الحرب بدون الإذن من الأطراف الخارجية. ولكن في حالة نحن قلنا تم يعني تم الحصول على موافقة باندلاع هذه الحرب ستكون حرب فعلا قاسية ولكن سريعة وخاطفة، ولكن هذا يتعارض مع المصالح زي ما قلتي حضرتك، يوجد الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب ومع أمريكا خصوصا، نجد اختلاف المواقف لسحب إيران من أنها تكون داعم أو مؤيد لروسيا في الحرب في شرق أوروبا. أيضا لا ننسى حتى نربط زيارة السيد كاميرون للجزائر، تم فتح الملف الليبي وبشدة، السيد كاميرون يسعى من هذا إلى تجنيب فرنسا ما هو قادم من أزمة بخصوص الغاز، اتجه إلى 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 الجزائر لكي يعني يجد تسوية مع الجزائر، خصوصا أن الجزائر قامت بعقود طويلة الأجال مع إيطاليا ومع إسبانيا. الصراع اللي ما بين فرنسا وإيطاليا وأتاره حتى موجودة على الأرض في ليبيا بين إيني وتوتال، أيضا يحاول ماكرون الرئيس الفرنسي أن يحافظ على مصالحه في ليبيا، أي أن اندلاع الحرب هي لن تخدم جميع الأطراف سواء كانت إيطاليا أو فرنسا، وسوف تفتح المجال أكثر لتحكم الإمدادات الغازية. طيب واضح. لو خسر إذا ما سألتك الجزائر عن الليبية تحديدا، من أين يستمد الدبيبة أحقيته بالشرعية، خصوصا وأن بعض المراقبين يقولون بأن اتفاقية جنيف قد انتهت مفاعيلها؟ طبعا أنا استغربت في سؤالك، أنت في الأول سألتني لباش آغا ولكن هو للسيد الدبيبة. طبعا السيد الدبيبة ينطلق من شرعية الدولية التي يقصدها، هي نفس الشرعية التي فرضت فرض من الدول الفاعلة والقوية والمؤثرة في المشهد الليبي وعلى رأسها بريطانيا، وهذا ما يستمد هو شرعيته منه. أيضا يعتمد على أن الدائرة الدستورية التي تم تفعيلها بمسائي من طرفه ومن أطراف أخرى في ليبيا أن ستكون أحكامها أو قراراتها لصالحه، وقد تكون ضد المنافس له اللي هو السيد بشاغة. ولكن زي ما قلت حضرتك استغلال الوضع لأوروبا أو الاتحاد الأوروبي من ناحية الغاز وقدوم الشتاء هو ما يجعله يظهر للطرف الغربي بأنه يمكنه الاستمرار بوجوده، يمكن من استقرار متواصل لهذه الإمدادات خصوصا زي ما قلت لك القادمة أوروبا على شتاء
تقارص الآن التضخم اللي حاصل في بريطانيا بشكل رهيب، فمن هنا ستختل المعادلة. لا ننسى أيضا أن التنامي الكبير في للتدخل الروسي في الملف الليبي هذا ما تخشاه أوروبا وأمريكا، وهي حصار أوروبا من الجنوب الأوروبي في شمال أفريقيا، خصوصا مع انحلال اللي هي لمجموعة الساحل والصحراء، والتي كان لها دور كبير في التغلغل الروسي والصيني داخل الوسط الأفريقي. نعم. طيب. فمن هنا أتت أهمية أنه هل يستطيع دبيبة؟ نعم، ربما لدي سؤال يعني أنطلق فيه من تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، اللي قال إنه القيادة ليست طرفا في هذه المسألة ولا علاقة لها بما يحدث في طرابلس. كيف تقرأ هذا التصريح وما هو دور إذن القوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا؟ طبعا هنا واضح جدا هو مدى قوة التدخل الأجنبي في الوضع السياسي الليبي وحتى الأمني والعسكري. فعملية أن النطق الرسمي بالقوات الموجودة في الشرق بقيادة حفتر يعلنها صراحة بأنه لن يتدخل عسكريا في هذا الصراع، ولكن لو فعلا حدثت حرب وتم إعطاء الضوء الأخضر للحرب مثل ما حدث في 2019، تم إعطاء الضوء الأخضر لحفتر بالتقدم نحو طرابلس. أيضا عندما رأت أن لا وجود التدخل السوري الروسي بقوة مع حفتر، تم إخراج الكرت الأحمر والرجوع إلى معادلة جديدة وهي قسم البلاد ما بين سرت والجفرة. إذن لو دخلنا في حرب جديدة ضروس هنا قد يتدخل أطراف أخرى وقد يخرج الجيش أو القوات بقيادة حفتر في الشرق عن تعهدها بعدم التدخل في هذا الشأن لو فعلا حدثت حرب ضروس ودخلت فيها أطراف خارجية تدعم السيد دبيبة، وبالداخل سيكون دعم أيضا من هذه القوات. ولكن حاليا فعلا لا يريد إدخال نفسه في هذه المعركة إن حدثت حاليا، ولكن لو فعلا حدثت حرب سوف تشتعل وسوف تمتد للجنوب وللشرق وللغرب أو أقصى يعني على أمل أن لا يكون هناك حرب أصلا في ليبيا، يعني نتمنى الأمن والسلام لأهل طرابلس وليبيا. يعني الحرب سيئة ولها تداعيات سيئة، لا نريد ليبيا أن تعيشها مرة أخرى. على كل حال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاج كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى مداخلتك.